السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل شيدد فيرتيكال على الحيطه ديت. اول حاجه اعملها هروح هنا اركتكتشر واقول له انا عايز اختار وول ونختار كيرتين. واقول له هنا اديت تايب واجي هنا اقول له دوبليكيت عشان لو في كيرتين وول قبل كده ما نبوظ فيها حاجه. كيرتن بانل ممكن نختارها نان او امتي، يعني نحاول نختار حاجة تكون فاضية مثلا ديت. وبعد كده بقى هختارهم فيرتيكال، هبدأ اختار مثلا فيكس ديستنس وادي له مسافة بينهم مثلا 500 بالشكل دوت. وبعد كده هبدأ اختار هنا المقاس وليكن بالشكل دوت واقول له اوكي. وتعالى نرسم الحائط بتاعنا بالشكل دوت. وتعالى بقى نشوفها في 3D. هنلاقي ظهرت معانا بالشكل دوت، تقدر تعدل فيها الارتفاع بالشكل دوت او تغير القيم من هنا زي ما انت عايز. فأصبحت معاك حاجة بالشكل دوت. وخلينا نفعل الظلال من هنا، هنلاقيها ظهرت معانا بالشكل دوت.